رواد الفن التشكيلي نشأنا عليهم من البداية، كان موجود أسماء للرواد في المناهج عندنا في التربية الفنية، فكان كنت أقرأ دائماً الرضوي والسعد العبيد والمحمد السليم. طبعاً هذول الفنانين هم أسسوا الفن السعودي في المملكة قبل 50 سنة، كانت أعمالهم دائماً متواجدة في الكتب، في أيضاً موجودة في مراسمهم، موجودة في الكثير من المشاركات. أكيد أننا تغذينا منهم بصرياً وطلعنا على لوحاتهم، يعني هم يعتبرون لنا بالنسبة لنا مدرسة. بعد كذا التقينا فيهم يعني في واقع الحياة بعد التخرج، من أكثر الفنانين اللي أنا التقيت معه أو إنه مثلاً أعتبره مدرسة بعد الأكاديمية، الفنان الراحل الله يرحمه سعد العبيد في مرسمة كان أشبه بمتحف. تعلمنا على يده أشياء كثيرة، أسسنا جامعة الملتقى، تعلمنا كيف تعليق اللوحات، يعني كان عندنا مادة معارض خلال دراستنا الجامعية. التطبيق العملي كان مع الأستاذ سعد العبيد، يعني كيف طريقة عرض اللوحات، مستوى النظر البعيد عن مستوى النظر، اختياري للأعمال، طريقة التعليق، كل هذه الأشياء من خلال ممارستنا مع الفنانين الرواد الموجودين في الساحة التشكيلية السعودية.